ونرفعه، لان احنا رفعنا العلاج ده، احنا ضعفنا العلاج. يا اخوانا انتوا بتتكلموا على علاج ايه؟ لا يوجد في اي نقابه مهنيه اخرى، اي نقابه مهنيه اخرى عندها الارقام اللي احنا مخصصينها للمحامين. مفيش سقف ال 50,000 وال 30,000 وال 150,000. انا عندي 3 اسقف شغاله، سقف ال 30 للحاجات العاديه، سقف ال 50 للقلب المفتوح والكانسر، سقف ال 150 لزراعه الكبد. الثلاث اسقف دول مش موجودين في اي نقابه مهنيه خالص. الارقام دي نسبه المساهمه فيها 90% من النقابه، اللي المحامي بيدفع 10% من الرقم الاجمالي، واحيانا ما بيدفعش لان اذا كان ظروفه الاجتماعيه مش كويسه او مش مظبوطه او الاعباء زادت عليه. ده غير مسبوق. انا لسه قايل لحضراتكم دلوقتي ان انا العلاج حتى اليوم 286 مليون جنيه. 286 مليون جنيه دي دول بيدفعوا للمحامين، ما دفعوش ناس بره، ودفعوا في علاج المحامين، لانه علاج المحامين هنا قيمه احنا حريصين عليها، حريصين ان احنا نرفعها كلما اتيحت الفرصه للرفع. طيب احنا بدانا قبل الجمعيه العموميه ورفعنا العلاج.